السلام عليكم. النهاردة هناخد زمن جديد من الأزمنة وهو الـ Past Perfect. The Past Perfect معناه الماضي التام. As we said before, we have 5 points to discuss. The formation اللي هو التكوين, the usage اللي هو الاستعمال أو الاستخدام, الـ Keywords اللي هي الكلمات الدالة على الزمن, والـ Questions السؤال إزاي أعمل سؤال وإزاي أجاوب على السؤال. آخر حاجة في أي زمن بنتكلم فيها اللي هي الـ Passive. The passive اللي هو المبني للمجهول, ازاي احول صيغة الزمن او اي زمن معايا من صيغة مبني للمعلوم الى مبني للمجهول. Let's start with our first point today, the formation. يلا نبدأ بقى مع بعض بالتكوين. اول حاجة الـ subject اللي هو طبعا الفاعل سواء كان مفرد او جمع. يعني مثلا ما اقول I او we او they او you او he او she او it, كل ده فاعل مفرد وجمع. هيجي بعدهم had وبعد كده الـ past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. ناخد مثال معانا, فبنقول هنا she had studied her lessons. يبقى أنا عندي هنا she ده singular subject, ده فاعل مفرد, جي بعده had وبعد كده التصريف الثالث من study studied, بعد كده كملت الجملة قلت her lessons. تاني نقطة هنتكلم فيها the usage الاستخدام. طبعا الماضي التام بيصف الماضي التام حدث وقع قبل حدث آخر في الماضي, يبقى حاجة حصلت قبل حاجة في الماضي. For example, when I got home my father had come. عندما وصلت المنزل كان والدي أتى أو وصل. يبقى في الحالة دي اتيان الوالد أو مجيئه كان قبل وصولي إلى المنزل, يبقى my father had come هو ده اللي حصل الأول في الماضي, عشان كده حطيناه في زمن الماضي التام. بالنسبة للـ keywords عندنا كتير جدا من الكلمات الدالة على الزمن, فبنقول مثلا عندنا هنا after, as soon as, when. هيجي بعدهم الـ subject وبعد كده الـ past perfect وبعد كده الـ past simple. يبقى ما أقول هنا مثلا after she had washed the dishes she went out, يبقى جه بعد افتر هنا فاعل, ونركز قوي على الفاعل لان في حاله لو ما جاش بعدها فاعل يبقى هنشوف هنعمل ايه. طيب افتر بعدها فاعل سواء كان مفرد او جمع زي ما قلنا قبل كده. بعد كده الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام اللي بيتكون من هاد والتصريف الثالث للفعل. بعد كده الزمن الثاني هيبقى باست سيمبل. يبقى انا عندي هنا went ده ماضي بسيط, هو اصلا الماضي من جو. طيب لو افتر ما جاش بعدها فاعل زي مثلا لما اقول after doing his homework he played tennis, يبقى في الحاله دي after هيجي بعدها يا اما الفعل فيه ing او النون, والزمن الثاني هيبقى ماضي بسيط. before by the time هيجي بعدها ايه, هيجي بعدها subject وبعد كده the past simple tense, واخر حاجه تبقى the past perfect. for example before he did his homework he had watched tv. انا هنا كتبت هاد فوق لان في غلط غير مقصود. طيب بعد كده هنقول ايه, هنقول هنا before لو ما جاش بعدها الفاعل نفس حالة after اللي قلناها قبل كده. هنقول هنا before plus the verb plus ing او النون, بس بدل هناك ما قلنا ال past simple هنا هيبقى ال past perfect. يبقى for example before doing his homework he had watched tv, يبقى before جه بعدها هو فعل في ing على طول, وبعد كده الزمن الثاني جه الماضي التام اللي هو had watched tv. بالنسبة برضو لل keywords عندنا when, ناخد المثالين اللي معانا دول ونشوف ايه الفرق بينهم. فبقول هنا when I arrived at the station the train left. جملة تانية when I arrived at the station the train had left. طيب what is the difference between the two sentences. The first sentence الجملة الأولى بتقول لي هنا أنا الاثنين ماضي بسيط arrived و left, يبقى هنا معناه I caught the train يعني أنا لحقت القطار في الوقت اللي وصلت فيه المحطة القطر بيغادر. هنا زمنين ماضي بسيط يبقى معنى كده I caught the train. لكن لو لقيت ماضي بسيط وماضي تام زي الجملة اللي بتقول معايا when I arrived at the station the train had left, معناها I missed the train يعني أنا ملحقتش القطار. برضو ما زلنا في الكيوردز وقلنا هنا عندنا tell و until, طبعا معناها حتى. هيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام, مش معنى انه منفي يعني يكون فيه not,
لا ممكن يبقى معنى الفعل منفي نفسه، يبقى معنى الفعل فيه النفي. For example, he didn't eat until he had washed his hands. يبقى أنا عندي هنا جه قبل until، جه بقى قبلها ماضي بسيط منفي أهوت، وجه بعدها ماضي تام. عندنا برضو مجموعة من الكلمات الدالة على زمن الماضي التام زي no sooner, hardly, scarcely. طيب استخداماتهم لازم نركز فيها كويس، لأن لهم حالات. الحالة الأولى إن أنا لو بدأت الجملة بالفاعل، الحالة الثانية لو بدأت الجملة بأحد هذه الكلمات اللي احنا لسه قايلين عليها no sooner, hardly, scarcely. نبدأ بالفاعل الأول، لو بدأت بالفاعل يبقى نحفظ التركيبة دي، فبقول فاعل بعد كده had بعد كده no sooner بعد كده ال past participle then ال past simple tense اللي هو الماضي البسيط. زيها بالظبط اللي هي hardly، هقول هنا برضو فاعل had و hardly وبعد كده past participle when برضو ماضي بسيط يجي بعدها. طيب زيها بالظبط scarcely هيجي بعدها ايه ال past participle وبعد كده when والماضي البسيط. For example, she had no sooner done her homework than the lights went out. لاحظنا ان انا بدأت بشي بعد كده جبت had وبعد كده no sooner بعد كده التصريف الثالث وبعد كده then وبعد كده الايه الماضي البسيط. بالنسبة برضو للكيوردز احنا لسه ما دلنا في no sooner و hardly و scarcely، فانا هبدأ بيهم الجملة. التركيب هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى بعد no sooner had وبعد كده subject و past participle و then وبعد كده الايه الماضي البسيط، ونفس الحكاية hardly و scarcely بس هتفرق معانا بدل than when. For example, no sooner had she done her homework then the lights went out. يبقى احنا لاحظنا انها جت في اول الجملة، بعد كده had، بعد كده الفاعل، وبعد كده التصريف الثالث للفعل، وقلنا then وبعد كده الايه الماضي البسيط. نيجي بقى للquestions، ودي أسهل حاجة طبعا، إزاي أعمل سؤال. وخدنا قبل كده إن أي زمن بسأل فيه بطريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أبدأ بالhelping verb اللي هو الفعل المساعد، وفي الحالة دي بجاوب بyes or no. يبقى for example they had played football. يبقى أنا لما أسأل هنا هقول had they played football، الإجابة yes they had or no they hadn't. طيب لو أنا حبيت أسأل على كلمة football نفسها فأقول هنا what had they played، الإجابة طبعا هتبقى football. يبقى أنا هنا لما أسأل بالطريقة التانية بجيب أداة الاستفهام والفعل المساعد اللي هو had والفاعل اللي هو they وبعد كده التصريف الثالث للفعل. ننتقل للفقرة اللي بعد كده وهي الباسيف، إزاي أحول الجملة من مبني للمعلوم لمبني للمجهول. القاعدة الأول لازم أكون حافظاها كويس، اللي هي بتبدأ بالأوبجكت وبعد كده had وبعد كده been وبعد كده التصريف الثالث للفعل اللي هو past participle. For example, they had bought a new house. جملة عادية في الماضي التام، بدأ they بعد كده had وبعد كده التصريف الثالث للفعل. طيب أنا حافظة القاعدة طبعا زي ما احنا شايفينها قدامنا، هنطبق إزاي؟ هنبدأ بالمفعول هوت اللي هو a new house، بدأنا بيه الجملة. هنا مش هيفرق معايا بقى مفرد ولا جمع، احنا قلنا had بتيجي مع كل الضمائر مفرد أو جمع، مع كل الأسماء مفرد وجمع. يبقى a new house had، الخطوة اللي بعد كده بجيب been وبعد كده التصريف الثالث موجود عندي في الجملة ما بحترش فيه، يبقى a new house had been bought by them. The last thing we have today is homework. Correct the mistake in the following. طبعا الجمل دي كلها فيها أخطاء، ياريت نشوف الخطأ اللي موجود عندنا ونصححه. سالي learns English after she had gone to England. يبقى عندي هنا في خطأ في الجملة. As soon as he has had his lunch, he watched TV. Number 3, the cups had been broke by him. Thank you everybody. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.